سن حوالي 30 سنة أو 35 سنة تقريبا راودتني فكرة إن أنا أكمل تعليمي، فدخلت في فصول معهد الأمية في قرية عندنا في قرية المنشية الكبيرة في مركز شباب المنشية الكبيرة، كنا حوالي 17 دارس. ربنا وفقني وخدت معهد الأمية، قدمت بقى في الإعدادية، خدت أولى وتانية وتالتة إعدادي، جبت مجموع كبير في المرحلة الإعدادية، دخلت سنة وعام. ربنا وفقني خدت أولى وتانية وتالتة وجالي جواب ترشيح طب بيطري الزقازيق. قلت لهم أنا عايز أخش كلية الحقوق، رصاص الحقوق. كانت أمنيتي إن أنا أبقى محامي يعني. طبعا واجهت انتقادات كتيرة جدا وأنا بكمل. الأمثلة زي ما أنت شايف، عارف الشباب بعد ما شافوا ودوك كتاب وجاي يتعلم بعد إيه. ولكن النهارده إن شاء الله كل الحاقدين والشامتين اللي كانوا محقودين عليا هم أول مهنئين ليا النهارده، وبيباركوا لي وبيعدوا عليا كل شويه وفخورين بيا. فانا بقول له اتعلم عشان بيتك، عشان ولادك، عشان نفسك، عشان حياتك، عشان ما تصرفش عليك، عشان ما تضحكش عليك.